içinden yüklü ağırlığı her hecenin garantisi yok bir sonraki nefesin bir kinyemlini yaşattıkları için nerede şimdi gezerim beyaz kuzularını kaybetmiş çobanın sessiz köyünde herkes bir gün batacak kelele güneşle kelepçesini açtım öfkemin dedim artık serbestsin serbest parçaladı dizlerimi yumruklarım hırsımı çıkaramadım pek net affetmediğim için beni affet de ki kötü gittiğindendir kendiyle ettiği sohbet alev aldı içim yağmur aradı sevdiğim hırsımı çıkaramadım pek net ماني حامل جعت كثير لكي هي شو عاملة بحالك خانقت أنا وياها عن جد مو معقولة تضربوا أنتم هالقصص لأنا وحدة تعرف يلا خير إن شاء الله يا صبايا بدي آخذ من وقتكم شوي ممكن تسمعوني قربوا لو سمحتوا يا بنات هدوبة تفضل حضرة المفتش من بعد موت السيدة نهالي السيدة أزلام عم بتدير السجن بنجاح وبطريقة صح وشكر حضرتها على أتعابها دين برقبتنا نحن محظوظين كتير بوجودها بفريقنا بس طبعاً هي الحادثة الموجعة أجبرتنا على أنه نعمل تغييرات جذرية بمؤسستنا أنا سعيد كتير بتقديم مديرنا الجديد اللي حيكون مكان السيدة نهال اللي هو سيدة ميليس أوه حلو كتير بتمنى لك النجاح بمهامك شكراً كتير إلك برافو تستاهلي والله أبدعي يا مديرتنا أبدعي بهالإدارة مبروك أختي ميليس ألف مبروك الإدارة مبروك. نحن رح نفوت على مرحلة جديدة مثل ما بتعرفوا لحتى نبدأ بمشروع السجن الحديث والعصري وزارتنا اختارت هذا السجن لحتى تبلش شو رأيك؟ واثق أنه السيدة ميليس رح تنجح بمهامها وشايف أنه أكثر شخص مناسب لأمنه على هي المهمة الصعبة أحلى مديرة بالكون واثق من إنه السيدة ميليس رح تعمل كل شي بتقدر عليه كرمالكم شو أزلام ما بدك تباركي لزميلتك؟ طبعاً سيدي ألف مبروك شكراً إليك أزلام تفضلي الكلمة إليك أختي ميليس إن شاء الله ألف مبروك أنت منيحة؟ شايفني منيحة أوكتاي؟ لا ابنو
شو مبين اني متضايقة؟ مبين وكتير كمان. أنا قدمت عمري كله لهالسجن، ما بعرف شو لسه لازم ساوي لا يخطر لهم يقدروا اللي عملته. أساساً أنا ما بخطر على بال حدا للأسف، ولا من ناحية. لا تكوني متشامة هالقد. أنا ما بستحق الإدارة. ولو كنت بتستحق، الأهم إنه في معنى للشيء اللي منستحقه. أكيد لا، إيه بس هيك الحياة، نحنا منعيش شغلات ما منكون منستاهلة وبتمر. الفترة الجاية حتكون صعبة، مجبورة أبدأ اعتباراً من بكرة. طبعاً رح يصير تغييرات جذرية بالنظام، وطبعاً في شيء واحد أساسي بهي التغييرات كلها، هي فكرة مهمة ولازم ينحط تحتها أكثر من خط. بدي ما يطلع من بالنا ولو للحظة واحدة يلي هو الإنسان. حلو، كلام جميل. كل محكوم هو بالنهاية وقبل كل شيء إنسان، لازم ما ننسى هالشيء أبداً. بس الأهم من هالحكي كله إنه ما نخلي هالمحكوم ينسى إنه هو إنسان. ايه كلياتنا عالم وناس، ايه كلياتنا انسان. لك الف مبروك. انا ما بدي احكي اكثر من هيك لانه قرب وقت زياراتكم، واذا حبيتوا تحكوا معي بشكل خاص فمكتبي دائما مفتوح لكم كلكم. الف مبروك. الف مبروك. تفضل سيدي. خلص وقت التنفس، يلا دينيز رح تجي بنتك تشوفك؟ رح تجي اليوم وأخيرا. والله فرحت لك كتير. شكرا. نشكر الله. اي يلا اسرع شوي. ايه اهدي شبكي، لسه الابواب ما انفتحت، على شو مستعجله؟ عجد تتاخروا بعدين معهم. يلا بقى بصير هيك يا روحي. انا امي يا عمري يا بنتي. يا روحي انا شو شفت لك؟ امي لا بقى تتركيني. يا روحي روحي لا تتركيني. خلص يا عمري انا هون لك كثير. تخيل هالريحه شو اشتقت لها انا. حبيبه قلبي الله يخلي لي اياكي. يلا تعي نفوت لجوا بلا ما ننطر. ليك انا رح اجي بعد ساعه تقريبا، انت استناني هون تمام؟ رح استناك. تمام. ايجام انت وين كنتي بنتي؟ قلقنا عليك كتير. شو عم تقول انت؟ ولك شو اللي عم تقوله؟ اه بدك تحكي وبدك تردي على موبايلك وتقولي لي انا بالمكان الفلاني. شو هالحكي هاد؟ ولك انت شو عم تقول؟ انا امي هلا قاعده جوا. امي جوا وانت جاي عم تقولي هالحكي؟ معقول؟ ليش عم تصرخي؟ ممكن تهدي شوي؟ كل شيء صار بسببك. امي خلص هلا بنتي جوا بسببك انت، بسبب السم اللي بتشربه وبسبب الشيء اللي عملته بامي كمان. انا ما رح اسمح لك تحاسبني على شيء. عم تفهم شو قلت ولا لا؟ عم تسمعني؟ أنا بعمل اللي بدي إياه، لا حدا يتدخل فيني، وخاصة أنت ما فيك تتدخل فيني أبداً. عم تفهم علي؟
كيف الأمور؟ منيحة، عم ندبر أمورنا. أنا بقصد كيفك أنت مراد؟ عم بتنفس نفس الهواء أنا وقتلت مرتي، ويمكن تقلي صباح الخير، وأنا يمكن أسألها كيف وضعها، وهي تبتسم من جوا بخبس. بعرف هالشي، ولأنه بعرفه عم شوف الكل على أنه انقتلوا مجرمين، وعم بكره حالي لأنه أنا هيك عم شوفهم. ليلي أنت ميليس، كيف هو وضعي؟ عفوا ميليس خانو، أنا ما باكل فاصوليا، أكلت رز وبس. إيه لا تاكلي حبيبتي، هلأ منطلب لك ديليفري، استغفر الله. والله طيبة الفاصوليا كتير. كأنه اليوم ما في لحمة بالأكل. والله طيبين هالأكلات. مو معقول. مسكي حبيبتي يلا. لا تاكلي خبز عطور، رح خليكي تعملي رجيم مثل خالتك حسرتها. لك شو بدك فيها؟ بلكي بتصير مهرجة. شو مهرجة؟ هي بدها تصير رسامة مو حبيبتي؟ معقولة تصير دكتورة؟ خلص بقى اتركوها تصير شو ما بدها. دودو هدول حطيهم بجيبتك كلهم. شو في عيد ميلاد؟ علي صوت هالتلفزيون. علي لشوف لك. علي كمان يا شباب لو سمحتوا. شوفوا لو شوفوا هذا زوج قدرات زكي أوستوك. إذا بتريدوا شوي شوي. هاد زوج على قدرات. خلص يا شباب أنا إجيت وقدمت إفادتي. إيه بس طبعاً ادعاءات النائب مبنية على حكم مسبق من أول القصة، يعني بالنهاية ما في ولا دليل واحد، اعتمدوا على شاهد سري بس من وين إجا ما بعرف. إذا كنت بهرب أسلحة معقول أعمل هالشي باسم شركتي؟ حدا بيعمل هالتصرف الغبي؟ لك هي الشركة إلي. عصبت عصبت والله جن جنانة على الآخر. خديجة طفي لشوف. لا أخلي ستي جوزك حلو كتير والله. بس ليكي انتي ما بتسمعي مني. والله طلع الشعر على لساني، وانا اقول لك تقاعدي وتركي لنا هالمكان. سكري لي هالشركه بقى، ومنه هيك ما بتجينا ضره. الحق معي ولا لا؟ جلدك كانه عم يحكك كتير يا ام حنه. صار لازم ورجيكي ليله الحنه كيف بتكون. من ورجيها يا عيوني. احجزي لنا لانك تار شفت عينك. تعي رح اشتغل لك شغل كتير حلو، انت بس تعي. تعالي يا روحي. خلص جرحة كبير حرام تركوها بحالها. انتباه انتباه، ساعة الغداء خلصت، كل السجينات يرجعوا لمكانهم. تعي لعندي يا حلوة. تعي لعندي. تعي تعي تعي. تركي يا حبيبتي أنا بحملها معلش. يلا يلا تعي حياتي. تسلم لي اللي بتحب تساعدني. يلا تعي يلا. هدول كلاب للمخدرات مشان ما تفوت مخدرات لجوا على الأغلب. يلا شرفي معي لشرفي. انتو لوين اخدين بنتي بابا. ها؟ لوين اخدين فهموني؟ بابا. الكلب شمشي فلهيك رح نفتشها. اعطيني هاللاسك. ليش التفتيش؟ اسمعيني اذا كان معك مواد ممنوعة قليلي ولا تعصبيني. مواد شو اللي بدها تكون مع شو عم تحكي مشان الله؟ معقول هاد الحكي؟ عند مين جاي؟ عند امي. ايه فهمت، بس شو اسمها؟ دينيز ديمير. بيرنا في مجال تجي لهون فورا، في عنا تفتيش. امشي
ولك لوين بدكم تاخذوها؟ ليك انت رح تضل هون، هيك القوانين. استنى امشي يلا. صدقني ما معي شيء. صدقني يا استاذ لا تضلي تعيدي الحكي نفسه، انا مالي اطراش. طيب شو رح يصير هلا؟ هلا رح تفتشك موظفه قسم حجز النساء. لو سمحت تتركني شوف امي، انا مالي علاقه باي مواد ممنوعه عن جد. صدقني يا استاذ بحلف لك. بس الكلاب وضحوا غير هالشيء. انا ما بعرف ليش هيك صار عن جد، يعني ما بعرف. انت شو اسمك؟ ايجام. ايجام. ليكي ايجام، الكلاب عنا ما بتكذب ابدا، البشر اللي بيكذب، ولهذا السبب رح نفتشك. لا تخافي بنو. ايه بس امي. هلا اذا لقوا معك مواد ممنوعه رح يزتوكي بحضن امك. اشلحي جاكيتك وحطيه فوق الطاوله. معقوله لساتك صبيه؟ ليش عم تتعاطي مخدره؟ انا ما بتعاطى مخدرات. ماشي افتحي تمني، افتحي، حركي لسانك، نزلي راسك، يلا يلا ارفعي ارفعي ايديك. خلصنا؟ شلحي اواعيكي. كيف؟ شلحي اواعيكي وبلا حكي، خلصينا عنا شغل. اجوا بنتك وزوجك، بس لا تتحمسي كتير، ممكن ما تقدري تشوفي بنتك. ليش؟ في احتمال كبير يصير هيك. عن جد؟ كلب قسم المخدرات شم ريحة عليها، ولهيك عم يفتشوها. تفتيش دقيق. تعرفي كيف بيكون مو؟ مو معقول. بس كيف؟ مستحيل. يلا. يلا خلصينا، اشلحي هي كمان. لو سمحتوا أنا ماني عامل إشي، اتركوني. هاي قوانين التفتيش، بعتذر بس لازم تشلحي هاي كمان. يا رب. مرحبا دينيس. وانا بنتي هكا. ما رح تقولي لي اهلين؟ قلت وين بنتي؟ جيت انا وياها، بس هنن اخذوها مشان يفتشوها. شو يعني اخذوها؟ ليش فهمني؟ ما بعرف دينيس، انا ما قدرت اوقف وشهم حتى انه حاولت الحقهم، بس قالوا ممنوع فوت على قسم المخدرات. لك شو مخدرات؟ هكا انت شو عم تقول؟ اي مخدرات؟ صدقيني ما بعرف دينيس، ما بعرف، حاولت اوقف بوشهم بس ما قدرت. كيف يعني ما بتعرف؟ شو صاير لك هكا؟ نحن هون بسببك انت، بتعرف هالموضوع ما؟ والأصح أنه نحن هون بسببي أنا، لأنه ما قدرت أتخلى عنك وأمشي لحد هاليوم. دينيز كيف فيك تكون مستهتر هيك؟ اللي أي أب أنت؟ ما قدرت تدير بالك على بنتنا، أخذوها وراحوا قدامك. دينيز اهدي شوي. لا تلمسني، لا تلمسني. ايه ابوك صار له فترة مو مبين، شكله مشغول كتير. شو قصته؟ شفته على التلفزيون مع الشرشوحة، هو ما عم يفارق ابنه. بتروح بتقله ينتبه كتير منيح، وقله يخلي هالحيوان بعيدة عن الكاميرات. انا إلي مكانتي هون، والناس لما يشوفوا أبوك على التلفزيون مع مراهقات وبهيك لبس عيب، قلي كيف رح ينظرولي؟ فهمني وقلي كيف رح ينظرولي؟ رح ينظرولي بشفقة. عم تفهمني شو عم قول؟ هو ما في يعمل هيك بمرة مثلي، وما بسمح له يعمل هيك. أنا بسببه هون هلأ. ما بستاهل هالشي بالمرة، وما رح استاهله بحياتي، فهمت؟ احكي. قلت شي لحدا؟ ما في غيرك بيعرف بالموضوع. معقول هالحكي؟ معقول احكي؟ ليك اذا كنت حاكي لشي حدا. ولك انت قديشك زلمه واطي ووقح وما بتفهم؟ بكل وقاحه عم تكذب علينا وقدامنا، وعم تطلع بنص عيوننا مو؟ قدرت
لك حيوان انت مفكه. اني ما بعرف حضرتك شو عم تلعب من ورا ظهره لجوزي مثلا. هديك البضاعه وبهالدقيقه رح تمر من الجمارك، وانت الوحيد غيرنا اللي كنت بتعرف. مزبوط؟ لا مو انا. لا ما هيك، انت اللي بعتها، انت اللي بلغت عنا يا خيري واعترفت للشرطه فوقها. قديشك زلمه واطي وحقير وناكر للمعروف. من امتى صارت كلمه هالمره هي هي اللي بتمشي بالبيت اكثر من كلمتك يا بيه؟ زكي، شريكك الواطي هاد لازم تودعه لانك ما عاد تشوفه. انت مو ابن ابوك، انت ابني، مفهوم؟ ومن بعد هلا انت رح تعيش على انك ابني انا وبس. لا طول كتير علي، عم بشتاق لك كتير. لا تقلقي امي، رح اجي باقرب وقت. ايه اللي كيفك انتي، كأنه نسيبي هون ومرته هون بس كنتي لا. لا تقولي كنتي ماما. اللي انتو عم تلتقوا على طول؟ ايه يعني ايه مبارح كانت عندي عفارم عليك. خليك مكمل هيك، المهم ما تترك البنت. نحن أساساً رفقات أمي، مو مثل ما مفكرة أنت. ايه طبعاً أنتو رفقات. المهم ليك شو بدي قلك، هاي البنت بالذات لازم حدا يهتم فيها، فهمت؟ البنت حلوة كتير، حلوة كتير بلا ما يأكلوها اللزقاب. شو يعني ما عم تجي على البيت؟ كيف هيك تاركها للبنت؟ ما بتعرفيها لأيجام، صارت صبية البنت وأوقات ما عم تسمع الكلام. لا تكملها، كان خلص. أنت أبوها، أبوها. أنا بعرف إنه مو سهلة، بس بالوضع اللي نحن فيه مو صح إنه تترك بنت بهالعمر لحالها. خلص هأهتم فيها. رح تهتم؟ رح تهتم. قال إنه احتمال إنه تنحكمي مؤبد دينيز، بس أنا رح أعمل كل شي بقدر عليه. رح وكل أحسن محامي، وإذا اضطر الأمر بوكل كذا محامي. يعني أنتي لازم تخلصي من هالمكان، أو على الأقل تطلعي بأقل عقوبة ممكنة. رح أعمل اللي فيني عليه. شايف الشي اللي عملته فينا؟ اسمعيني، في شي لازم قلك اياه. لا عاد تتصلي بإيجام، لأنه كل ما حكيتيه عم يصير وضعها أصعب. أنت عارفان حالك شو عم تحكي؟ هاي بنتي. أنا فهمان اللي عم قوله، وما بدي تتصلي فيها بعد هلأ. كل ما عم تحاكيها حالتها النفسية عم تتأزم. لازم تتعود على عدم وجودك، وأنا لازم أتعود على هذا الشي كمان. تعود، تعود، بترجاك تعود على عدم وجودي، تعود. دينيز أنا بحبك كتير. لك لا تحبني، لا تحبني، لو سمحت لما تحبني، كرمال الله لما تحبني. خلصنا. كيف عملت هيك تصرف غبي؟ أنا كيف عملت هيك شي عن جد؟ لك أنا كيف حبيت زلمة مثلك؟ كيف ضليت حبك لهلأ وما قدرت اتخلى عنك؟ وليش، ليش حبيتك؟ أنا ليش ما قدرت اتخلى عنك وامشي؟ أنت دمرتني. لك أنت دمرتنا، ليش ما قدرت اتركك وامشي؟ أنت دمرتنا، دمرتنا كلنا. هكان أنت السبب. دينيز، Thank you.
انت منيحه؟ شو صار جوا؟ ما فوتوني على الزياره، ما خلوني اشوف امي، وكمان فتشوني. قال بيسموه تفتيش دقيق. ايه بعرفه منيح. ايه وعاقبوني بالزياره كمان. مين بيعرف امتى رح اقدر ارجع اشوف امي؟ وبعدين بتعرف هنن شو سالوني؟ سالوني اذا تواجدت بوسط فيه ناس بيتعاطوا، لحتى علقت الريحه بتيابي. قلي لشوف في شي كان بالسجاير يلي انت شربتها. كان في ما؟ عفوا بعد اذنك لازم احكي مكالمه ضروريه كتير، في مجال احكي انا قبلك؟ لا ما فيك. لو سمحتي لو سمحتي مشان الله، عن جد في شي مهم كتير، والا ما كنت رح اطلب عن جد. ايه بجوز مهم وانا عندي امور مهمه. لو سمحتي مشان الله، الموضوع متعلق ببنتي وعن جد مهم كتير. وانا قلت لك لا. اعطيها دورك. شكرا. هي على الاغلب امي. ايه ردي. شو بدي إلا؟ شو عرفني؟ لا إشي قصة أحكي. ألو؟ ألو؟ إجام؟ إجام؟ شو الموضوع؟ صار شي؟ أبوك حكالي عن الموضوع، شو هي قصة المخدرات؟ أحكي. أمي؟ أنا كمان ما بعرف شو الموضوع، بس الكلاب شمت ريحة مخدرات علي. لك انت شو هاد اللي عم تقولي إيجام؟ ايه وانا ما بعرف ماما، عن جد ما بعرف اي شي. صدقيني انا امبارح مريت بمكان وانا طالعه من المدرسه، يمكن كان في حدا هنيك عم يتعاطى وعلقت الريحه فيني. عن جد ماما ما كنت بعرف. انا كتير بعتذر منك. طيب بسيطه. تمام روقي. لك إيجام لو سمحتي ديري بالك على حالك، ما تخلي بالي مشغول عليكي. تمام؟ لا تخليني اقلق عليكي. تمام. طيب ماما أنا عن جد بعتذر كتير، لا تزعلي. بسيطة ماما. يلا هلأ أنا لازم سكر. روقي يا روحي. بحبك ماما كتير. بحبك وإن شاء الله عن قريب بشوفك. وهي مشي الحال، حتى أنا كنت رح أقتنع. شو هو اللي مشي الحال؟ شو عم تحكي أنت؟ أنا هلأ كذبت على أمي. عادي تكذبي يا عمك. أنا ما بكذب، أو على القليلة ما كنت كذب. يا حلوة، شو مشي حال موضوعك المهم؟ إيه أنا حليته، شكراً إلك. بس دقيقة، فكرتي بموضوع مبارح ولا شو؟ أي موضوع؟ لا تخليني عيد القصة كتير. مو حكينا؟ احكي انت معي ولا مو معي، اختاري طرف بيننا. بس انا ما بدي اكون بطرف حدا منكم، ما بدي حدا يتوجع بنوم. اذا كان هون في حدا رح يتوجع فلا تفهميني غلط. لحد هلا بس عزراء اللي رح تتوجع عاجلا او اجلا، وانتي ما فيكي توقفي بوش هذا الشيء. بس يعني ممكن توقفي بوش وجعك انتي يا حلوة، يعني الله يحفظ لك ياها، ما شاء الله بنتك كتير حلوة، الله يسلمها. انتي كيف بتعرفيها؟ ايه وساكنين بمنطقة حلوة كتير. شو كانت؟ مجمع شيشاكجي، البناء بيت، البيت رقمه 79 مو؟ هي حلوة وشاطرة ونشيطة كتير كمان، البنت رياضية والعلاقة بالموضة وهالقصص. شو يعني؟ شو اللي قصدتي قولي؟ مرة كان في بنت بعرفها وهالحكي من زمان كتير، وما بظن صار بالصدفة، هاي البنت كانت بنفس عمر بنتك بالضبط. بيوم طلعت من المدرسة وهي راجعة على البيت وعم تتمشى هيك على الرصيف، في سيارة اجت وفجأة بوم. كان المنظر كارثي وبيوجع،
المسكينة اندعست وطارت بالهواء وخبطت. يا حرام. عكله هلأ منرجع لموضوعنا. هي عزراء صارت عم تعصبني بشكل مو مقبول، ولازم ربيها من أول وجديد. رح ربيها. وأنتي عندك بنت وعم تربيها مو هيك؟ أكيد رح تساعديني بهالقصة. يا رب. هذا كل شيء مسوي؟ إيه يا خانم، هدول تسجيلات الكاميرات آخر أسبوع. طيب شكراً لك. يعطيك العافية. الله يعافيك. بس أنا بعرف كثير منيح كيف ربي البنات اللي كبروا لحالهم. ليك أنا بعرف شو عم تحاول تساوي. أنا بس حابب أعطيكي الحب اللي ما قدر أبوك يعطيك إياه. بعد عني. آه، وخلينا ننسى هذا الحكي شوي. شو رأيك نحب بعضنا بطريقة مختلفة؟ كيفك خانم؟ قال طلبتيني. أهلا وسهلا، تفضلي ارتاحي. شكرا كتير. ألف مبروك، والله بيلبق لك. شكرا إلك. أنت كيفك؟ منيحة مثل ما بتعرفي، عايشين كل يوم بيوم. حسب ما سمعت قدرت عم تحضر لشوية قصص. والله برافو. أنا ما سمعت من وين سمعتي بهالموضوع. يعني ما بدك تبيعيها ولو كانت قدرت. عم تقولي لحالك بحل القصة لحالي. بس يا عزراء هي عم تحاول تنهيكي، ورح تبعت لي رسالة بعدين وتقلني أنا مديرة هالمكان، ومن دوني ما فيكن تديروا هذا السجن أبداً. عصفورين بحجر واحد، طريقة قديمة، طريقة لاختبار الإدارة الجديدة. بس أنا هيك ضعت وتشوشت. أنتي عدم المؤاخذة عم تفكري فيني ولا بإدارتك؟ بالاثنين، وبالنهاية أنتي جزء من إدارتي. كلكم بهذا السجن. إيه مفهوم لكم. طيب في شي تاني؟ حتى أنه ما بتطلبوا لنا قهوة أو شي نشرب. لازم أمشي، في عندي شغل كتير ناطرني، الروتين ما بيستنى. إن شاء الله ألف مبروك مديرة خانم. عرفت إنه ما بتردي على الرسائل اللي بعتها أبوكي. لو سمحتي بسرعة. ايه بس ليكي الدفع كاش، شايفكي يسلمون. حلو. هالبنت اللي اسمها عزراء اتماضي، على شوي رح تطلب مناقصة الكافيه. ما هي ان شاء الله بونجور بالتوفيق. كيف اموركن وكيف شغلكن؟ شبه اذا عم تدوري على شغل يا اختي ياركن نحس، معلش قاعدي وانبسطي بتقاعدك، مو لازم نحدا. ايه لا تكوني طماعة لهالدرجة يا حلوة، فهمتي؟ الكفن ماله جيوب. ايه معك حق، انتي بتعرفي شوفي بالكفن اكثر مني. ما شاء الله سبحان الله، شعرة مثل الحرير، مو هيك ديني؟
مزبوط، مثل الحرير. من وين تعلمتي تجديل الشعر هيك؟ كنت جدل شعرات بنتي عطول كل يوم الصبح قبل المدرسة، فتعلمت. قلي انت امتى رح تجي امك تاخدك؟ ما بعرف امك امتى جاية، على الاغلب ما رح تتأخر. طلع عمو العسكري، ليك خبرني وقت تجي ماما لهون مشان شوفه. أولاد المحكومات اللي طلعوا ليش لساتهم هون؟ أمهاتهم ما معهم مصاري، أمنوا عليهم عند رفقاتهم اللي جوا وراحوا. في منهم بدهم يلاقوا شغل ويجوا، ومنهم راحوا على ضيعتهم يجيبوا مصاري ويجوا وهيك. وبيرجعوا بعدين؟ في منهم إيه، وفي منهم ما بيرجعوا أبداً. في كتير أولاد هون بس طفولة مو موجودة عنده، انفقدت. إيه تماماً. انتباه انتباه، ساعة التنفس خلصت، كل السجينات يرجعوا على أماكنهم. انتباه انتباه، ساعة التنفس خلصت، كل السجينات يرجعوا على أماكنهم.